بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 21 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. لازلنا في باب نواقض الوضوء، إذ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه دليل على أن بدن الآدمي طاهر، والمؤمن بالذات أنه أطهر، لأن الإيمان والتوحيد يطهرانه، وأنه إذا أصابته الجنابة فإنه لا يعتزل عن الناس، بل يجالسهم ويؤاكلهم ويشاربهم ولو كان عليه جنابة، فإنه طاهر ولا يمنعه ذلك من مخالطة الناس ومجالستهم ومصاحبتهم، إنما يغتسل إذا أراد الصلاة أو أراد العبادة، تلاوة القرآن أو نعم. وفي رواية: كنت جنبا فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله. الحديث: سبحان الله تنزيه لله، وهذا من باب التعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمن لا ينجس وإن كان عليه جنابة، إنه لا ينجس بدنه بذلك، فله أن يلامس الناس وأن يصافحهم وأن يجالسهم، ولا يمنعه وجود الجنابة عليه من ذلك. نعم. وعن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. نعم، يستحب لمن أراد النوم وهو على جنابة أن يغتسل قبل النوم، هذا أكمل، وإن اقتصر على الوضوء فإن هذا يجزيه أيضا، لأن الوضوء يخفف الحدث، فعلى الأقل يكون متوضئا من عليه جنابة وينام. وقال لي عمر حين سأله: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، توضأ، يعني هذا فيه دليل على أنه يكفي الوضوء، أنه يستنجي ويتوضأ عند النوم ويكفي هذا، ولكن الأكمل أن يغتسل. نعم. ولمسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. نعم، في أنه يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أن يتوضأ قبل النوم وقبل الأكل، وهذا من الآداب المستحبة وليس ذلك بواجب، والوضوء يخفف الحدث. نعم.
وعن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة كما سبق. نعم. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. نعم، هذا فيه أن من جامع وأراد أن يعاود الجماع فله ذلك، لكن الأفضل أن يتوضأ، أن يجعل بينهما وضوء يخفف الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه لأنه أوتي القوة وأوتي قوة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، كان يجامع نساءه في الليلة الواحدة ولم يكن يتوضأ، وإذا توضأ كما في هذا الحديث يكون هذا أفضل. نعم. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. نعم، هذا كما سبق أنه عند معاودة الجماع، يعني سواء أراد أن يجامع أكثر من امرأة من نسائه أو يجامع امرأته مرتين أو ثلاثا، أنه مع كل مرة يتوضأ قبلها لأن هذا أحسن وأتم. نعم. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. نعم، هذا يدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ولو لم يمس الماء بوضوء ولا باغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا. نعم. وفي حديث أبي أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل ولم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. إذا جامع ولم ينزل. نعم، اللي بعده. قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. نعم، واللي بعده. وقال سعيد أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا بيتا يقال له الحمام، فقالوا يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، قال فمن دخله منكم فليستتر. نعم، الحديث الذي قبله. وفي حديث أبي أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل ولم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. إذا جامع ولم ينزل، يعني إذا لامس المرأة وباشرها ولم يحصل منه إنزال فإنه يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي، هذا إذا لم يحصل إيلاج، أما إذا حصل إيلاج فلا بد من الاغتسال. وقال سعيد أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا بيتا يقال له الحمام، فقالوا يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، قال فمن دخله منكم فليستتر. الحمام هو مكان معد بالماء الحار والبخار وينتابونه، وكان يعد للأجرة، ينتابونه من الناحية الصحية لأنه ينقي الجسم ويذهب الأوساخ والعرق ويلين المفاصل، وفيه فوائد، لكن ينتابه الناس ويكثر الداخل فيه،
على من يذهب إليها أن يكون مستترا أو ساترا لنفسه ولا يتعرى الناس ينظرون إليه. نعم. وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وهذا فيه الحث على المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها أن تكون متسترة، ولو كانت في بيت غير بيتها فإنها تكون متسترة، لأنه ربما ينظر إليها بعض أهل البيت أو النساء تنظر إليها فتتأثر بها إذا كانت غير متسترة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. التيمم هو في اللغة القصد، التيمم يعني يقصد صعيدا طيبا، فالتيمم في اللغة هو القصد، وهو بدل طهارة الماء لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. التيمم بدل الطهارة بالماء عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لمريض ونحوه فإنه يتيمم الصعيد، والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار فيضرب عليه حتى يعلق الغبار بيده فيمسح به، فيمسح وجهه ببطون أصابعه وكفيه براحتيه بضربة واحدة، هذا هو الأفضل. وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، فلا بأس بذلك. وعن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إن فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. نعم. هذا فيه أن هذا الصحابي في بعض المغازي أصابه حجر فشجه في رأسه، فسأل الذين معه من الصحابة لما أصابه احتلام في الليل هل يغتسل؟ قالوا ما نجد لك رخصة، فاغتسل الرجل ودخل الماء في الجراحة ومات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال قتلوه قتلهم الله، يعني أنهم بفتواهم هذه تسببوا في قتله، والسبب أنهم أفتوا بغير علم، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فهذا فيه دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يفتي بغير علم، وهذا لأن هذا فيه إثم كبير، ويتحمل الناس بفتواه الخاطئة، فيكل السؤال إلى أهل العلم.
يسألون يعني يسألون أهل العلم إذا لم يعلم. والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجهل هؤلاء تسبب في قتل هذا الرجل، ولو أنه سأل أهل العلم لا أفتوه بأنه يعصب على الجراحة خرقة أو إصابة ويمسح عليها ويكفي هذا. فهذا فيه أن المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة يكفي عن غسل ما تحتها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس والمجلس 21 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا المجلس إلى معالي الشيخ صالح وإلى وكافة الزملاء فريق العمل. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله.